بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم احمد. النهارده هتعمل لكم صينيه البسيسه. صينيه البسيسه دي بقى التسالي بقى بتاع بالليل واحنا قاعدين او الصبح مع كوبايه شاي مع كوبايه لبن كده يعني. ادي معاكم الدقيق اهوت اصفر اللي يعجبكم، عاوزينه اصفر ابيض عادي. ده دقيق ذره وده البيض وده الدقيق الزيرو ودي الفانيليا ودي الكورن باودر بتاعها وكوبايه لبن. لو ما عندكش لبن مش مشكله، عصير البرتقال هيغنيكي. ودي الزيت. قلنا ايه؟ البسيسه بتتعمل بايه؟ بالزيت. ما بحبش احط لها سمنه. ليه؟ عشان السمنه حاسه اللي بتكتمها شويه. عايزه تخلطي براحتك، عايزه تحطي من دي ومن دي، بس انا بفضل الزيت احلى. وادي السكر بتاعتها. وهاجي تعالوا معايا اهوت اهو زي ما انتم شايفين هحط المقادير بتاعتها. قلنا صينيه البسيسه انت ومقدارتك، عايزه تحط لها اربع بيضات، عايزه تحط لها خمس بيضات، انت ومقدارتك. بسم الله الرحمن الرحيم. البيض اهم حاجه الاول عشان لما احط السكر احس ان انا مش عايزه احط لها حاجه تاني. ادي احنا قلنا كميه البيض، انت براحتك عايزه تحطي اربعه، حطي خمسه، حطي سته، انت حسب الصينيه اللي انت هتعمليها. قدر انت هتعملي صينيه كبيره، عيله بقى ربنا يخلي. ماشي تعملي ايه؟ لا حطي كميه البيض عندك بقى لو هتعملي صينيه كبيره. خمسه، سته، سبعه. كده انا كده حطيت البيض، ست بيضات للصينيه البسيسه عشان تبقى نفشه وحلوه كده وتحس ان هي ما تشرقش في الزور. ماشي كده انا هحط السكر، كل واحد براحته كميه السكر اللي انت عاوزاها. عاوزاها مسكره ماشي، عاوزاها مظبوطه ماشي. انا هحط كوبايه سكر 50، شوب كبيره زي ما انتم شايفينها. ولو عاوزه تاني بعد ما هضربها هشوفها برده. ماشي عندي يا ستي منتيل فانيليا كله هضربه على بعض، وعندي اللبن ممكن تحطي برده كوبايه لبن 50 انت وراحتك. وادي عندي الزيت برضو هعايره. كل حاجة انا بعايرها بالذات في البسيسة الكيكة كده اهي برضو 50 اهي. بعدين كل ما تحطي تزودي للبسيسة حبة زيت هتبقى اجمل واجمل. عندي كوباية البرتقال برضو هخلي شوية عشان اطر بيهم الايه البسيسة اهي. كده هضربهم في الخلاط ضربة واحدة. خدي يا انجي يلا اضربهم لي في الخلاط. هاتي نفسك معايا كده. ايوه كده برافو عليكي يا انجي. انا دلوقتي هنزل ايه بالدقيق ده. عند الدقيق منخول كله. قلنا دي بسيسه يا جماعه مش كيكه. البسيسه شيء والكيكه شيء. هنزل بكوبايتين ذره عليها زي ما انتم شايفين. وممكن احط بالبركه بس انا بحب برده عاير. كل حاجه تبقى ايه معايره حلوه. اي نعم احنا ما عندناش في الفلاحين بنعمل بالبركه بس اهي براحتكم. عاوزين تجيبوا ده دور اصفر ماشي، ابيض ماشي براحتكم. ده وده بيمشي. ان البرتقال طبعا الفريش زي ما انتم شايفينه كده بيغني كل حاجه، يدي لون جميل قوي. ادي كوبايتين ذره وكوبايه زيرو. في ناس بيعملوها ما يحطوش زيرو، لا انا بحط كوبايه زيرو عشان تبقى ايه ما تبقاش ناشفه قوي، تبقى حلوه كده وسهله. هقلب الدقيق في بعضه. وزي ما قلت لكم انا مش هنحط الكورن باودر بتاعها عليها وانا بضرب في الخلاط، بحط كده عشان تطخ زي ما انتم شايفين.
طلعت بقى عندنا عملت البسيسه طلعتها من الفرن وكنت عامله شايف المحمى بقى معايا كده. يلا تعال شوف ما اقطعها بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. هنشوف البسيسه بتاعته ام احمد بقى. في ناس بقى بيحبوا لها ايه حجيب، انا لا انا بقطع عادي زي ما انتم شايفينها كده بالبركه، ما هي مش حساوي يعني كده. انا بروحها كده اهوت علشان هي لسه خارجه منين؟ من الفرن. اسلكها بس يا سلام سخنه اهي مع الشاي، والشاي بقى معاها شايفين شاي الولعه لا يعلى عليه مع النعناع بقى. مش عايز تحط النعناع عشان الكيل البسيسه مش مشكله، بس هو ايه شاي الولعه بيحب النعناع، بس انا عاملاه من غير نعناع عشان البسيسه. عملت لكم بسيسه ام احمد والشاي اللي في المحمى في البلاطه البلدي ماشي. ولموا عيالكم وكلوا كده وتلموا وانتوا قاعدين بالليل بالصبحيه مع شاي بلبن مع شاي ساده زي ما انا عملتها، وشاي الولعه بقى ما يعلاش عليه، وكلوها وجربوا الطريقه وادعوا لي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.